اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، وزي ما عودناكم دايما هيكون معانا اخر الترندز على السوشيال ميديا وفقرات كتير متنوعه. ويلا نبدا الحلقه بفقره ترندز اوف ذا ويك. اكتر حاجه اتصدرت الترند الاسبوع ده كانت الندوه التثقيفيه اللي اقيمت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع اللي فات بمناسبه يوم الشهيد. الحقيقه ان اكتر من فقره في الاحتفاليه اتصدرت الترند، وكان اولها الفيلم التسجيلي اللي شارك في بطولته سيد رجب واسماء جلال، واللي بيتكلم عن الشهداء اللي بيضحوا بارواحهم قبل ما يشوفوا اولادهم. ولكن اسره الشهيد بتربي ابن الشهيد على حب مصر وانه يكون جندي شجاع زي باباه الشهيد. الجنه للشهداء والأرض للأحفاد، من شرق مصر لغربها، من بحرها لآخر نقطة في حدود الصعيد، حكاية مصرية والبطل هو الشهيد. ياه، أخيراً شرفت ونورت الدنيا. مش قلتلك إن المرة دي ربنا هيكرمك؟ الحمد لله. هتسميه ايه؟ هتسميه خالد عشان يبقى له حظ من اسمه. هو مين ده يا بابا؟ ده الشهيد عبد المنعم رياض. يعني ايه شهيد؟ الشهيد يا حبيبي هو اللي بيموت علشان احنا نعيش، وحتى موته مختلف، موته مليان حياة لينا وليه ولبلدنا كلها، زي عمك خالد كده. مش هو مات في الحرب شهيد؟ بس احنا لسه فاكرينه، وهيفضل عايش معانا وفي قلوبنا طول العمر. كمان اتصدر الترند السكتش اللي قدمته مجد زكي، واللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يدمع من تأثره بأدائها على خشبة المسرح، وأشاد الرئيس بالعرض بعد انتهائه. السكتش شارك فيه عدد من الفنانين، منهم خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ميان السيد، رامز أمير، والأداء الموسيقي كان لعلي الحجار وهبة مجدي. انت عالم بحالي يا رب، والنبي يا رب، والنبي رجع لي ابني نور بالسلامة يا رب. انا غلبان ومليش غيرك يا رب، احرسه هو واللي زيه يا رب. بشوف فيه مكروه ابدا، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب. انا ام ضعيفة، احرسه هو وزبحيله يا رب. وريني آية من ابني بخير يا رب، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب. يا رب احميه يا رب. نور حبيبي، صدق قلبي لما قال لي ان انت بخير يا ابني. عمر قلبك ما كدب يا ام نور. انا ما صدقتهمش، وقعدت احضر لك الاكل يا حبيبي. يلا غير هدومك وارتاح. أنا منعم يا أمي، مش مرتاح بس. طب يلا، يا أبوك قلقان عليك. أنا مش قلقان، أبوك قلقان عليك. يلا ناكل مع بعض الأكلة اللي أنت بتحبها. لو على الأكل يا أمي، كفاية نفسك اللي فيه وفيا. أبويا راجل مؤمن ومرتاح وهيطمن. أنا لازم أمشي. إيه؟ تمشي؟ تروح فين تاني وتسيبني؟ هروح سينا يا أمي وهرجع لك، وهروح تاني وارجع لك، وهفضل أحوج يا أم نور طواف، وعمري ما هبطل. بس أنا طول عمري بخاف عليك من الموت. خلاص يا أمي، مفيش تاني ولا خوف ولا موت. الحمد لله مفيش موت، الحمد لله. يعني إيه؟ يعني عدى الموت يا ام نور، عديت الباب الكبير، واللي عديه ما بيموتش تاني يا امي. عديته ازاي؟ بتجيلنا لحظه يا امي وبنشوف فيها وبنسمع وبنتخير، واللي قد انه يدفع الثمن هيدفع وهيعدي وهيعيش. وانت دفعت الثمن يا نور. دفعت يا امي، ده انا طول عمري مستني اللحظه دي،
وبعدين مش انت وابويا علمتوني ندفع وما استخسرش؟ عندي ايه اغلى من بلدي ادفع له اغلى ما عندي يا امي؟ دفعت وعديت وجيت ابشرك وامشي. جدع يا دناي يا جدع 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 يا دناي. طيب خليك معايا شويه، انا مش هشوفك تاني. ومش بس السكتش والفيلم التسجيلي اللي تصدروا الترند، لكن الفقرات الغنائيه كلها عجبت الناس على السوشيال ميديا، خصوصا اغنيه بهاء سلطان واللي بيرجع من جديد للغناء بقوه. اغنيه بهاء سلطان كان اسمها لمه عيله، وكانت طبعا مخصصه للشهداء، وهي من كلمات احمد حسن راؤول والحان مديان. في لمه عيله مبسوطه وتلفزيون وفيلم جميل، قطع فجأة وأمزاير شريط أحمر وفي تفاصيل بيان مرصوص، وبدأ الخوف شعور محبوس كأن الأم كانت حاسة خلاص دي نهاية القصة وتدعي يا رب يبقى كابوس. نبقى عاجل فدانا بروح من الترندز اللي اتصدرت السوشيال ميديا بقوه، الاعلان عن الجزء السادس من مسلسل الكبير قوي من بطوله احمد مكي، واللي هيتعرض ان شاء الله في رمضان الجاي، وده بعد غياب 8 سنين. وطبعا ده خلى جمهور مكي مبسوط جدا، لانهم هيرجعوا يشوفوا تاني شخصيات المسلسل اللي ارتبطوا بيها في الاجزاء اللي فاتت. برومو المسلسل ظهر فيه شخصيات جديدة زي الفنانة سما إبراهيم، وظهر فيه كمان تغيير في شكل الشخصيات الرئيسية زي شخصية جوني وحزلقوم. ومسلسل الكبير الجزء السادس فيه كتير من المفاجآت، ومنها أن الكبير قوي بيفقد زوجته هدية للأبد وبيتجوز من بنت عمه عشان تربي أولاده، وبنشوف الكبير في الأحداث بيتجوز أكتر من مرة، وكمان بنشوف جوني أنه بيتجه للسوشيال ميديا وبيتربح منها. أما حزلقوم فبيدخل في حالة اكتئاب كبيرة وبيحاول يشغل نفسه بأمور أهل المزاريطة. ومن مصر للسينما الأجنبية عشان نتكلم عن فيلم ذا باتمان، واللي متصدر الترند في العالم كله تقريبا، وده بعد النجاح الكبير قوي في شباك التذاكر العالمي بعد أسبوع واحد بس من عرضه. قدر الفيلم أنه يحقق إيرادات وصلت لحوالي 130 مليون دولار أمريكي في أسبوع واحد. فيلم ذا باتمان بيمثل عودة لأفلام شركة وارنر براذرز مرة تانية للسينمات، وده بعد ما كانت الشركة اكتفت أنها تعرض أفلامها على واحدة من المنصات العالمية بسبب ظروف كورونا. فيلم ذا باتمان حقق حوالي 2 مليون دولار في شباك التذاكر الكوري في يوم واحد بس، وطبعا ده رقم كبير جدا، وبيعتبر ده تاني افضل ايرادات للسلسله دي من الافلام بعد فيلم ذا دارك نايت. وقدر الفيلم انه يحقق 8 مليون جنيه في شباك التذاكر المصريه بعد اقل من اسبوع واحد من عرضه.